السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ توحشنا واش راهم يقولوا، حتى مباراة ودية ولكن الصفحات كاع شعلت 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 على هدف تاع رياض محرز، وقالوا عليه كلام رائع جدا جدا جدا. ماذا بيا نقسموا معاكم. بون نبداوها بالصفحة تاع لازم نبدا ديرك لان باش ما طولش الفيديو، خليت بزاف على كل حال درت واش نقدر. الروابط كاع تلقاوهم كيما نقولوا في اسمه في صندوق الوصف. نبداو هذه يوم مانشستر سيتي، هذه الصفحة الرسمية تاع مانشستر سيتي تقول لك الفوز على بريستون 2-0 نورث بريستون نورث اندا في اختبار الاول للصيف، يعني الاختبار الاول للصيف. واش يقول لك؟ افتتح السيتي الموسم 22-21 بانتصار بهدفين من رياض محرز وسام ايدوزي هدايا. بعد 59 دقيقة بعد 59 يوما عاد السيتي الى اللعب وفعل ذلك بفوز 2-0 على بريستون نورد اند اند هذه بريستون نورد اند اسمها في اول اختبار تحضيري لموسم تاتاتا رياض محرز في الشوط الاول ووسام تاتاتا. يقول لك مع بقاء معظم اعضاء الفريق الاول ما يهمنيش تاتاتا، بدا بيب غوارديولا اساسيا هذه ما يهمنيش. واش يقول لك لهنايا؟ راكم تشوفوا يقول لك جسد محرز تسلسله الهرمي يعني على أرض الملعب بهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25 من اللاعب الذي افتتح حساب السيتي 2021-2022، يعني أول هدف في الموسم هذا تاع السيتي راو تكتب على اسم رياض محرز الله يبارك. بدا استراحه تططا ما يهمناش بالكامل 10، ملاحظه سلبيه الوحيده التي تططا هذاك اللي تبليس الحارس. واش نجو لهنايا الهديه الاي اس بي ان هذه راكم تشوفوا واش تقول لك. افتتح مانشستر سيتي الموسم التحضيري بفوز على بريستون نورد اند، لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بعد ان سجلوا هدفا في مرمى بريستون نورد اند في جي تي ايماجي هذا الملعب، ماشي ملعب بس ملعب تاع التدريبات الله اعلم، وديه في قبل الموسم. شوفوا واش تقول لك. تقول لك ساعدت ركله حره مذهله من رياض محرز في فريق مانشستر سيتي المستفز على الفوز المستنزف على الفوز على بريستون نورد اند هذه 2-0 في اول مباراه وديه لهم في هذا الموسم. افتتح محرز وهو واحد من حفنه من كبار اللاعبين المتاحين لبيب غوارديولا بعد بطولة أوروبا وكوبا أمريكا التسجيل في الشوط الأول ضد فريق البطولة قبل أن يضيف سام إيدوز هدايا المبالغ تططا ما همناش عادة فرناندينيو هادو ما يحكوا والراهي الجناح المثير. شوفوا واش يقول لك. بدأ فرناندينيو ومحرز أيضا في ملعب أكاديمية السيتي جنبا إلى جنب مع مجموعة من الشباب بما في ذلك الجناح المثير مورغان روجي. وبعد شوفوا يحكوا لك نجيب لكم مانشستر إيفنينغ تقول لك رياض محرز يبعث برساله كيما اللي درتها في العنوان هذاك في الفيديو تاع بعد المباراه، يبعث برساله لبيب غوارديولا على جاكريلي تسمعوها مليح راني مخليها الاخرى. واش يقول لك؟ ومنح محرز للسيتي في الدقيقه 25 من ركله حره ملتفه من 25 ياردة وهو ما كان افضل من حارس بريستون كونور ريبي. نجول هاديه فابل هاديه امريكانيه واش تقول لك لهنايا؟ تقول لك الاهداف واللقاءات. مانشستر سيتي 2-0 بريستون تططا في مباراه وديه، فاز مانشستر سيتي على بريستون 2-0 حيث تركوا احاسيس جيده للغايه لهذا الموسم. الجزائري محرز ترك احاسيس جيده جدا اظهر انه في مستوى جيد الله يبارك. واش تقول لك؟ مع السلامه. فاز فريق غوارديولا على بريستون في هذه المباراة الودية، لقد تحركت المدينة أحاسيس جيدة للغاية ومحرز موجود ومع وجود محرز ناشط الله يبارك هذا كل شيء، حتى في المرة القادمة ترقبوا هنا على هنا. يقول لك يهضروا على الفيديو الثاني وش يديروا. شوفوا وش قالوا داروا على الفيديو تعريض معها. كان هدف محرز مذهل. هذه فابل الأمريكية. وش قل لك؟ ملكة جمال بابر
ملكة جمال بابر، ملكة جمال بابر محرز، مش ملكة جمال. قال لك محرز الذي يتمتع بمستوى هائل يعلق كرة، شوفوا لمستوى هائل يعلق كرة لمندي الذي يرأسه الكرة، هذيك اللي أعطاها أعطاه التمريرة مفتاحية الكرة إلى بالممر الذي يرسلها بمفرده أمام حارس المرمى كان لدى المدينة ذلك. واش يقول لك على رياض محرز؟ هدف محرز، يا له من هدف سجله محرز للتو من ركلة حرة مباشرة، كانت الركلة الحرة فرحة للجزائري الذي لم يفوت يفوت الفرصة. مانشستر سيتي يتقدم على لوحة النتائج 1-0. هذه كي مارك البيت، هذه تاع بوسطن راكو تشوفوا بوست، هذه بوست كما حدث وكدم بوم يحكوش على رياض محرز دايرين التصويرة تاعو. نجو للسيتي اكسترا، سيتي اكسترا هذه يا خوتي راهي سخانه اسمحوا لي. تقييمات اللاعبين مانشستر سيتي بريستون 2-0 قبل الموسم. بدا مانشستر سيتي الموسم التحضيري بمباراه وديه خلف الابواب المغلقه ضد فريق البطوله بريستون نورد اند. اليك كيفيه تصنيف اللاعبين، واش يقول لك؟ بدا البلوز بشكل افضل من الجانبين، وافتتح رياض محرز التسجيل في منتصف الشوط الاول بضربه حره ممتازه الله يبارك. في الاستراحه اجرى بيب غوارديولا 10 تغييرات مع ظهور زاك ستيفن فقط في تطاطا، ما يهمناش اليكم. واش يقول؟ شوفوا هذه هي جواو كانسيلو، انا اللي حرت عطاو له 8، رياض محرز ثانيك عطاو له 8، ولكن دايرين راجل تسمى راجل المباراه تحبوا يقزوا، ما فهمتش يا خاوتي. لعبوا كيف كيف برومي ميتون، برومي ميتون دوزيام ميتون خرجوا كيف كيف، يعني في بدايه برومي ميتون خلاهم بيب غوارديولا في زوج. رياض محرز اللي قدم مباراه رائعه، سيتي اكسترا هذه هي نورمالمون تعطيها رياض محرز. بون ما يهمناش، ما نحكوش عليه هو، نحكو على رياض محرز. هاوليك راكم تشوفوا عطاو له 8. قال لك سدد الكره في الشباك في غضون دقيقتين رغم ان الهدف كان غير مسموح به بداعي التسلل، سجل ركله حره رائعه لفتح التسجيل. كان الجزائري هو نفسه المخادع المعتاد، المخادع المعتاد الله يبارك خاوتي. قولوا برك ما شاء الله، هذا ما كان، ونكملوا نقراو ما شاء الله. مليح يا ربي، مليح يعني الانسان باش كيما نقولوا الله يبعد عليه الشر. كان الجزائري هو نفسه المخادع المعتاد، وكان مرتبطا بشكل جيد جدا بجواو كانسيلو على الجهة اليمنى. لعبوا كيف كيف اليوم، لعبوا مليح على كل حال. مام كانسيلو لعب معاه مليح، واش عندك كانسيلو من داك كان يتخلط شوية. بو نجو المانشستر ايفنينغ اللي هضرت على رياض محرز وعطات تقييمات تاع اللاعبين، عطات تقييم هاي رياض محرز، وتقول لك يبعث برسالة مشفرة البيب غوارديولا على جاك غريليتش. اسمعوا واش تقول. لاعبو مانشستر سيتي رياض محرز وسام ايدوزي يرسلون رسالتهم الخاصة بشأن انتقال جاك غريليتش. هذه هي كاين اللي يقول لك يعني ها مانشستر ايفنينغ مختصة في مانشستر سيتي، على بالها باللي جاك غريليتش لو كان يجي راح يدير أزمة على الأجنحة، وراهي دائما تربط جاك غريليتش برياض محرز. ماشي انا اللي راني نهضر يا اخوتي، مانشستر ايفنينغ راهي تهضر، وجبنا بزاف صفحات تاع مانشستر اللي تابعه تقول لك لو كان يجي جاك غريليتش تولي ازمه في الاجنحه ويولي التدوير. هذا هو اللي ما حبيتش انا، رياض محرز يريح اذا جاك غريليتش، واذا راح جاك غريليتش يريح على روحه. هذا ما كان. قدم بريستون الخصم في اول مباراه قبل بدايه الموسم للسيتي، ويشهد باهداف من احد كبار رجال الدولة في النادي وصاعد مراهق. يعني رياض محرز من أكبر، راكو تشوفوا رجال الدولة، اسمها رجل الدولة رياض محرز، من أحد كبار رجل واحد صاعد كما نقولوا من الأكاديمية. واش يقول لك؟ مع حديث جاك غريليتش حول مانشستر سيتي، قدم اثنان من الجناحين في أي من طرفي مسيرتهما حجة قوية على أن البلوز لا يفتقر إلى المواهب في مناطق واسعة. يعني رياض محرز وهذا قدموا يعني الوسمه. قال لك فاز البلوز على فريق البطولة بريستون على الرغم من تغيير جميع لاعبي الملعب تاتاتا الأول، إنزال تاتاتا ما يهمنيش. شوفوا واش يقول لك رياض محرز، أحد اللاعبين الذين سيخضع مركزهم لمزيد من التدقيق في حالة انتقال السيتي لنجم انجلترا غريليتش. هذه انا اللي راني نهضرها،
مانشستر ايفنينغ. مانشستر ايفنينغ صحيفة معروفة في مانشستر ومختصة رياضيا وتعرف قاع كواليس، تعرف يعني مختصة بمانشستر سيتي ومانشستر ايفنينغ. هذه صحيفة اكبر صحيفة مانشستر ايفنينغ معروفة في مانشستر، هي اللي راهي تقول ماشي انا. كان اللي يقول لك نو جا غريليش لو كان يجي ما يأثرش، راهي تقول لك يأثر، يعني سير تدور يا خوتي. كاين ناس تفهم واش راني نهضر وكاين ناس تفهم ولكن تحب تتعند برك. قال لك وسام إيزو هذا البالغ 18 عاما والذي يلعب على رصيف الجانب الايسر عادة ما يحتله غريليتش لصالح استون فيلا، كان لديه حجاب ذكي في الشوط الاول. تتارك وتشوفوا ايش يقول لك. سواء كان، شوف هنا يحكي لك على رياض محرز، قال لك سواء كان باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا هذاك اللي مارك الكوفرو، او الدوري الانجليزي الممتاز في مباراة ودية قبل بداية الموسم، فإن الأمر نفسه ينطبق على النجم الجزائري. النجم الجزائري كي يقولوا يمثل النجم الجزائري، راهي تهضر فيها مانشستر إيفنينغ، يمثل الجزائر. راكو تشوفوا النجم على النجم الجزائري الذي كان مشتعلا الموسم الماضي، الله يبارك، قام بضرب الكرة فوق الجدار الدفاعي وتجاوز الحارس كونور ريبيلي هذا قبل أن يتمكن من التحرك ليضع السيتي واحد في الدقيقة 25 مع قيادة فرناندينيو لخط الوسط وخلفه أربع مدافعين. تم التأكيد على حقيقة أن هذا كان تمييزا للياقة البدنية من خلال حقيقة أن غوارديولا أوقف جميع لاعبي الملعب العشرة في الشوط الثاني. على الشوط الثاني نجو للتقييمات اللاعبين يا خوتي، تقييمات لاعبي مانشستر سيتي حيث يدير رياض محرز وفرناندينيو العرض ضد بريستون. كان فريق مانشستر سيتي قبل قليل الخبرة إلى حد كبير في مواجهة معارضة البطولة. واش لهنا يا روج غير تصاور تاع رياض محرز، واش يقول لك رياض محرز؟ عطاو رياض محرز، شوفوا عطاو له 8. قال لك اللاعب المتميز، الله يبارك، اللاعب المتميز في العرض، يعني يقدم لك عرض يعني كانك في مسرحيه تشوف. علاه كاين بزاف اللي يقول لك كي نطلعوا للسطاد باش نشوفوا نستمتعوا بكره القدم، نشوفوا رياض محرز نستمتعوا، يعني نطلع نخلص تيكي باش نروح نستمتع. الذي منحني ركلة حرة رائعة وخلق الحاضنة التي أخطأها بالمرمى. هذا هو على رياض محرز خاوتي، الله يبارك على الطفل تاعنا. بيب غوارديولا راهي وصلتك الرسالة اليوم من عند رياض محرز، قال لك راني هنايا ما كان لا غريليش لا والو. خاوتي ما نطوش عليكم، نقول لكم ليلة سعيدة، تصبحوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.